السلام عليكم الجوار. المهم الخوت نتمنى تكونوا بخير ونهار جاتكم بخير في هذا النهار ديال الحد. المهم نجيب لكم خبر مزيان وزوين ديال بصح عشان المدرب السابق ديال اشرف حكيمي في المنتخب المغربي اللي قال 23 عام اللي كان المدرب ديالو بحيث ان حكيمي كان تلميذ ديالو قال كلام اكثر من رائع على التلميذ ديالو السابق في الاسبوع هذا مع الصحيفه ديال نيرات زوري سيامو بحيث قال في مقابله ليه أصرف لاعب يتمتع بصفات جسدية كثيرة، إنه سريع، إنه عامل ثابت ويمكن إكمال الجانب الهجومي والدفاعي من اللعبة. يعني بحال قال باللي السرعة ديالو والثبات ديالو ويقدر يلعب في الهجوم ويقدر يلعب في الدفاع بحيث أنه كيقدر يوازن بيناتهم. وقال أيضا حكيمي مثالي لنظام كونتي 3-5-2 هذه الخطة ديال كونتي كما عارفين، كان المدرب على علم بصفات اللاعب ووقع معه عن قصد. يعني كونتي كان ذكي بالتعاقد مع أصرف حكيمي بحيث أنه لعبوا على قبل التشكيله ديالو الخطه ديالو اللي معروفه اللي 3-5-2 يعني متناسب معاه داك الشيء اللي جابو بحيث قال ان حكيمي قوي جسديا عندما يكون حكيمي في حاله هجوم يصبح خطرا للغايه بسبب سرعته وجودته. في البدايه كان الناس في ايطاليا يصفونه بانه ظهير لكن هذا ليس مركزه، انه لاعب كامل للجناح باكمله، يعني ماشي غير ظهير ايمن لكن تجناح، يعني لاعب مواصفات عالميه بحيث انه دفاعي وهجومي في نفس الوقت. وهذا بحال كتسرج لاعبين الخوش، يعني لاعب كيلعب في الدفاع والهجوم في اي بلاصه بغى يلعب يعني راه اضافه كبيره وجوكر كما كنقولوا. وقال ايضا على الرغم من صغر سنه الى ان حكيمي قوي بعيدا عن الملعب، ايضا انه رجل يتمتع براس جيد على كتفيه، يعني لاعب ذكي وكيخدم عقله. وكما عارفين حكيمي حتى الان سجل 6 اهداف وقدم 6 تمريرات حاسمه في جميع المسابقات مع انتر ميلان. كما عارفين حاليا دوري ايطالي الصداره ديال انتر ميلان وكيقدم معاهم مستوى عالمي، لا هو لا لاعب لوكاكو ولا مارتينيز لا باريلا والعديد من اللاعبين الاخرين تحت قياده المدرب المخضرم انطونيو كونتي. هما الخوت هادشي اللي كاين. وهذا التصريح ديال المدرب السابق اشرف حكيمي المنتخب المغرب قبل 23 عام سيمون دي مع صحيفه نيرات زوريس، يعني كلام جميل وكلام اكثر من رائع للاعب ديالنا. الى عجبكم بلان ما عليكم تشتركوا في القناه ديالكم. كان معكم مروان، تهلاو لي فراسكم.